بس انا زعلان عشان هو اللي اتعمل فيه بس. وان شاء الله حق احمد راجع الحمد لله. انا مبسوطه اللي هو اتكلمت رافع علينا كويس واتكلم كويس الحمد لله. حق احمد جاي ان شاء الله النهارده. كل كلمه وكيل النيابه العامه بيقولها النهارده كنت بتشوف دموعك وانهيارك. اه طبعا كل كلمه أيوة. وقالها ابني كل كلمه ضايع قالتها النيابه العامه ابني حبيبي وربنا يبارك له. مش اي حد ما شافش احمد واتكلم مع احمد اللي بحبه. احمد ابني حاجه كويسه. احمد ابني شخص كويس مش قليل الادب زي الشباب مش زي العيال اللي قلت ادب على امهم. احمد ابني كان متربي كويس منه لله اللي خده ده. الله العظيم منه لله والله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. احمد ابني ده يعني ما اقولكش كنت ما بجيبش كنت بتباهى بيه ولا ماشيه بتباهى بيه يعني انا والله العظيم حقه جاي ان شاء الله. اكتر حاجه اثرت فيك النهارده ايه؟ مع رفعه النيابه يعني كنت منهاره من كلمات النيابه النهارده. ايوه اكتر حاجه اثرت فيا ايه؟ زعلت سمعناها يعني لما يقول ابني يعني اتخذ احشائه وموقف يعني مات جامد يعني مات موته وحشه ومنه لله اتقطع ازاي يعني. بص ده مش بني ادم ده وحش اللي خده وقطعه. حسبي الله ونعم الوكيل. والكلام ده اكد عليه الله ونعم الوكيل. الكلام ده اكد عليه في نهايه الجلسه المستشار وقال ان احنا امام متهم اتعمل فيه كذا وكذا وكذا. حتى قال الدفاع النهارده يعني المرافعه النهارده ريحت شويه. اه ريحتنا. اه هو كويس قوي اللي هو اترفع عليه معانا ده كويس جدا. اتكلم والله انا استريحت والله. الكلمه اللي قالها ريحتك؟ كل الكلام بتاعه كويس. الكلام اللي انت فاكراه من كلامه كل الكلام بتاعه كويس. كل كلامه كويس. ازاي هو طفل اصلا؟ دي مافيا. انا واثقه ان في ناس تاني وانا عارفه ان في ناس تاني وحسيتي كده وحسيتي ان هو نعمة وشوفها ناس كتير وراه مش هو الواحد ده. هو عيل عنده 15 سنة ازاي مخه يجيب ده كله؟ لا وراه ناس وحد بيقول له وحد بيقول له. انت عمرك سمحت عن حاجة اسمها الدارك ويب قبل القضية دي يا حاجة؟ انا أول مرة أسمع ديت. ما انتش فاهمها أصلا؟ لا ما أعرفهاش. واول مره يعني كنا نسمع الحاجات ديت لمؤاخذه كنا نسمع الحاجات دي بعيد في التلفزيون. خلي بالكم من نفسكم محدش ياخدكم. ما نعرفش اللي هو الشخص ده جه خرب البيت اللي هو طارق ده جه المنطقه عندنا خرب بيتنا. البيت بدون احمد عامل ازاي دلوقتي؟ هو نعم الوكيل. البيت بدون احمد عامل ازاي؟ وحش 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 ودخل الجامع وكل الله وكل الرسول. الواد المتهم؟ اه لا اللي اسمه طارق. اه المتهم اللي اسمه طارق يدخل الجامع يخش بيت ربنا يقف ورا الناس الكبيره ويبص عليها وهي بتصلي يخش بيت ربنا وكل الله وكل الرسول والشقه فيها مصحف. بص هو يدخل بيدخل العزبه كده. هو جه كده توأمه. يا توأمه ابني تعالى كده شويه. توأمه ولا هو اكبر منك؟ مش توأمه بس كبتي انت اقرب واحده له. يعني هو صاحبي. اه هو قريب مني جدا بنعمل فيديوهات مع بعض على طول. هو كان فعلا بحس ان ظهري ده بص طول ما هو كان عايش بحس ان هو يعني انا كبيره. بس انت شايفه رفعت النيابه نصفتكم النهارده؟ لا رفعت النيابه كويسه النهارده جدا بصراحه. يعني النيابه كويسه جدا النهارده وان هي يعني ان هي اتكلمت النهارده بكده وانا بجد يعني مبسوطه جدا. ابكيتكم مرافعه النيابه خليتكم تذكرتوا المشهد الصعب. ايوه بصراحه ايوه صعب جدا. انا بصراحه يعني مشهد متاثر جدا فينا واثر فينا جامد قوي وبصراحه يعني اشكر برضه حضره القاضي اثروا جدا وان شاء الله طالبه بالتصفيق وان شاء الله بقرب وقت وان شاء الله باذن الرحمن. اللي اسمه طارق ده كان باين على المتهم باين عليه ان هو وشه يعني بص بص كده على خلقته كده اللي هو ده مش كفايه على الموت انت عذيب احسن انت زعلان ده لو مات هيزعل. عبر عنك عبر على اللي انت حاسه بيه. عبر على اللي انت حاسه بيه النهارده. عبر عني جواكي. ايوه القاضي كويس. يلا بقى يلا عبر كل حاجه النهارده منهار ان شاء الله هيجيب حق احمد النهارده. وانت بتعيطي لما المستشار كان سامع عياطك وانت يلا بقى لو احمد سامعك النهارده تحب تقول له ايه؟ باذن الله حقه راجع وخلاص. الله يرحمك يا احمد. الله يرحمك.
انت في حاجه حلوه علينا ثقه في القضاء المصري اللي يرجع حق احمد ويطمنكم باذن الله. يعني بشكر القضاء المصري اللي رد حق احمد باذن الله حقه هيرجع هيرجع باذن الله. هم وقفوا معانا كلام بتاع وكيل النيابه على وجه وجدع. مبسوطه بالمرافعه كويسه. هدت قلبك. القضاء العالي بشكر القضاء المصري باذن الله اللي هم واقفين معانا وهو بينصر الضعيف. بنشكر الحكومه كلها وبياخد حق الضعيف. بنشكر المحكمه كلها. هتجيب حق اخويا راجع باذن الله. حاجه تحبي تقوليها طيب للصحافه واقفين معاكم من البدايه اللي بس كل الناس دي؟ شكرا للصحافه كلهم ومجهودكم والله. الصحافه كلهم واقفين جنبنا وربنا يديكم الصحه وربنا يا رب كده يحميكم ويحفظكم لعيالكم. الناس بقى القضيه دلوقتي بيتم متابعتها من خلال الوطن العربي كله ومصر كلها منتظره الحكم والناس كلها بتنتظر يعني الحكم على المتهم. عايزين نعرف اخر مره حلمت باحمد امتى؟ ان شاء الله نجيب حق احمد باذن الله والقضاء العالي ان شاء الله. حلمت باحمد تمام مفيش اي حاجه. حلمت اخر مره حلمت باحمد كان انت قلت لي ان حلمت بيه كان هو قال كلام ابراهيم ربنا بصراحه قال سيدنا ابراهيم بيقول لي تمام يا محمود يعني الحاجه بتاعته حاسس ان هو رجعت له تمام وزي الفل يعني بيقول لي انا زي الفل خير وباذن الله حقه راجع كده خير باذن الله حقه راجع باذن الله. حضرتك شفت النهارده الجلسه ازاي؟ احكي لنا كم كان في حياتي وبكاء وحكينا وازاي اللي اتعمل في بنينا ازاي؟ هو ده مش بني ادم ده كان بيعمل في بنينا ده حيوان ده حيوان ده مش بني ادم اللي هو كان بيعمله في بنينا.